السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف الثالث الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنكمل درس نظرية ذات الحدين. خدنا في الجزء الأول إزاي نفك مسألة زي دي، س زائد ص الكل أس 5، وعرفنا إن الدرس ده بيحللنا مشكلة الأس الكبير. كنا بنفكها إزاي؟ كنا بنقول توافيق 5 0 بداية 0، في الثاني أس ر دي ر 0، في الأول أس ن ناقص ر 5، زائد توافيق 5 1، ص أس 1 س أس 5 ناقص 1، زائد توافيق 5 2، ص أس 2 ص أس ر في س أس اللي فوق ناقص اللي تحت 5 ناقص 2 3، زائد توافيق 5 3، ص أس 3 س أس 2، زائد توافيق 5 4 ص أس 4 س أس 1، زائد توافيق 5 5 ص أس 5 س أس 0. وكنا بنقول لو كان رتبته 5، الأس ده 5، يبقى عدد حدوده، يعني لو الأس ده اسمه نون يبقى عدد حدوده زادت 1. في حصتنا النهاردة بقى هيقول لي بدل ما تفك ده كله تعرف تجيب لي الحد التالت، تقدر تجيب الحد التالت ده مباشر من غير ما تلجأ للفك كله؟ قال انا هعلمك ازاي تعمل الحركة دي. بيقول يا باشمهندسين رتبة الحد بتكون زايدة 1، يعني انا لو عايز الحد التالت رهنا باتنين، الحد السابع رهنا بستة، بيكون رتبة الحد ده زايدة 1، الر زايدة 1 بتساوي توافيق نون ر، ر دي الرقم اللي هنا، يعني لو ده الحد الخامس يبقى انا هكتب هنا مكان الر 4، في الثاني أس ر، في الاول أس نون ناقص ر. مش فاهم يعني في مسألتنا دي أنا عاوز يا أستاذ الحد التالت، يبقى هنا توافيق 5 ر دي كانت زيادة 1، الر كانت زايدة 1، يبقى الر هنا بكام؟ باتنين، في التاني التاني اللي هو ص أس 2، في الأول اللي هي الس أس ن ناقص ر 3. كده أنت قدرت تجيب الحد التالت من غير ما تعمل المفكوك. تعال نتدرب شوية على الحد العام ده. في مفكوك س زائد 2 ع س أس 8 أوجد. في فرق يا باشمهندسين ما بين ما يقول لك أنا عاوز الحد السادس أو يقول لك أنا عاوز الحد السادس من النهاية. طب هنتصرف إزاي يا أستاذ؟ الحد السادس مسألة عادية خالص. هنا توافيق نون ر اللي هي 8، ر طبعا بتكون هو العدد ده بس تنقص منه 1 5، لان دي كانت ر زائد 1، في الثاني 2 ع س أس ر أس 5، في الاول اللي هو س أس ن ناقص ر 8 ناقص 5، ده دي بتساوي 3، يبقى الناتج طلع 32 توافيق 8 5 في س أس سالب 2. الكلام ده جه منين؟ احنا الأس 5 ده هنوزعه على الاتنين وهنوزعه على السين، يبقى دي كأنها 2 أس 5 على س أس 5، وفي حالة القسمة أنا بطرح الأسس هيبقى 3 ناقص 5 س أس سالب 2. طب 32 توافيق 8 5 دي بكام؟ ده دي بتساوي 1792، يبقى الناتج 1792 س أس سالب 2. لو أنا عاوز الحد السادس من النهاية أجيبه إزاي؟ في يا باشمهندسين تلات طرق، أسهلهم أسهل واحدة فيهم إنك عاوز تجيب الحد السادس من النهاية بتقوم مبدل دول، يعني لما يطلب منك حد قيمته إيه من النهاية بتقوم مبدل اللي جوه القوس، الأول تخليه التاني والتاني تخليه الأول، وتحل مسألتك عادي خالص كأنك بتجيب من الأول. يبقى الحد السادس من النهاية
بيساوي توافيق نون 8 ر 5. في الثاني أس 5، في الأول أس نون ناقص ر 8 ناقص 5 اللي هي 3. يبقى النتيجة طلعت بتساوي 8 توافيق 8 5 سين أس 2. وفي حد كان يجيبه بطريقة مختلفة، يقول إيه؟ لا يا أستاذ، أنا كنت هقوم قايل إن في 9 حدود، في حد أول، حد تاني، حد تالت، حد رابع، حد خامس، حد سادس، حد سابع، حد تامن، حد تاسع، لأن ما بفك عدد الحدود بيزيد عن ده 1، ويعد 6 من النهاية، 1 2 3 4 5 6، يعني هو عايز الحد الرابع، وكان يكتب قانون الحد الرابع اللي هو توافيق نون ر 8 3 في الثاني، في الثاني اللي هو 2 ع س أس ر، في الأول اللي هو س أس نون ناقص ر 5. صف دي كده 2 أس 3 ب 8 توافيق 8 3. انت فاكر ان توافيق 8 5 هي هيها توافيق 8 3؟ فاكر المعلومة دي؟ فاكر لما كنا بنجمع اللي تحت، لو ادوني الرقم نون اللي فوق يبقى معنى كده ان التوافيق دي متساوية؟ فاكر المعلومة دي؟ يعني توافيق 8 3 هي توافيق 8 5. في حالة القسمة بنطرح الأسس تطلع س أس 2. وكان في طريق ثالث، كانوا بيقولوا عشان تجيب رتبة الحد اللي هو من النهاية، قال لك تعمل ايه؟ تقول له عدد الحدود، يعني عدد الحدود هنا 9 بنزود عليه 1، ناقص رتبة الحد من النهاية. رتبة الحد من النهاية يعني هو عاوز الحد الكم من النهاية، الحد السادس يبقى 6 زائد 1، يبقى كده 10 ناقص 6، يبقى هو عاوز الحد الرابع، وتبدأ تجيبه. دول يا شباب التلات طرق المختلفة من وجهة نظري، أسهل واحد فيهم الأولاني. لو طلب منك حاجة من النهاية بتبدل دول، بتجيب التاني الأول والأول التاني، وتحسب مسألتك عادي خالص. نتدرب كمان. طب السؤال ده يا أستاذ، أوجد الحد الخامس حسب قوة سين التنازلية، إيه السؤال ده؟ بص يا باشمهندس، تعالى نعمل المفكوك، تعال نفكها. كنا بنقول المفكوك بتاع المسألة دي بيساوي توافيق 10 صفر، في الثاني أس صفر، في الأول أس نون ناقص صفر، 10 ناقص صفر اللي هي 10، زائد توافيق 10 1، 2 س أس 2 ص أس 1، في س أس 9. أنت إيه اللي بيحصل؟ مش السين عمالة تقل؟ شوف أس السين بيقل أهو، يبقى كده دي تنازلي ولا تصاعدي؟ تنازلي، يبقى أنت هتحل بمفكوكك عادي خالص. تاني، الحد ر زائد 1 كان قانونه توافيق نون ر، في التاني أس ر، في الأول أس نون ناقص ر. الخانة دي يا شباب هي دي اللي أسها بيزيد، الخانة التانية دي هي اللي أسها بيقل. يبقى لما يجي يقول لك حسب قوة سين، شوف سين انت هتحطها فين. لو انت عاوز السين قوتها بتقل، يبقى السين اللي هتتحط في الخانة التانية دي اللي هي مكان الأول أس نون ناقص ر. لو انت عاوزها تزيد، يبقى انت هتحط السين هنا. في الحالة دي يا شباب انا مش هقدر امشي بالقانون اللي يقول لك في الثاني أس ر، في الاول أس نون ناقص ر، لما يجي لك حسب قوة س التصاعدية ولا التنازلية. حضرتك ده القانون، اللي هنا أس بيزيد واللي هنا أس بيقل، فانا مش همشي تبع المسميات دي، الاول والثاني. اللي أس بيقل اللي هو بيتحط هنا، انت عايز ايه اللي أس يقل س، يبقى تحط الخانة اللي فيها السينات هنا. ده معنى السؤال. طب افرض يا أستاذ ان دي كانت 1 على س، ما كانتش س، كانت 1 على س كده،
واحد على سين يعني أس سالب واحد، دي معناها سين أس سالب واحد. لما أنا هحطها هنا هيبقى الأس بيقل، ليه؟ لأن الأس في الحالة دي بقى سالب، سين أس سالب واحد، سين أس سالب اتنين، سين أس سالب تلاتة، سين أس سالب أربعة، ده كده بيقل، ما ينفعش تحطها هنا، لأنه هنا هيكون بيزيد. يعني هنا كانت هتبقى سين أس سالب عشرة، سين أس سالب تسعة، شوف الأس كان هيزيد. يا رب الموضوع ده يكون واضح معاك. يبقى احنا يا أستاذ عايزين حسب قوة سين التنازلية. تمام، التنازلية يعني الخانة التانية في القانون هي اللي بتقل، الحد الخامس اللي هو توافيق عشرة أربعة في التاني أس أربعة في سين أس عشرة ناقص أربعة بتساوي ستة، دي الخانة اللي الأس بتاعها بيقل. يبقى النتيجة 16 توافيق 10 4 صاد أس 4 سين أس 6. شوف المثال ده عكس اللي فات، اللي فات كان عايزها حسب قوة سين التنازلية، في ده عايزها حسب قوة سين التصاعدية. طبعا يا باشمهندسين احنا بنكتب القانون، الحد الخامس اللي هو توافيق 7 4 اللي بينكتب هنا أس بيزيد، الأس هنا بيزيد، واللي بينكتب هنا الأس بتاعه بيقل. أنا عاوز سين أسها بتزيد ولا بتقل؟ أنا عاوز أسها بتزيد، يبقى هي اللي تنكتب هنا بمعاملها بإشارتها بكل حاجة، واللي أسه بيقل ده اللي ينكتب هنا. المهم أنا مش عاوز إلا أس السينات بيزيد، يبقى حطها في الخانة اللي الأس فيها بيزيد. وخلي بالك لو كان أسها سالب، لو كنت حطيتها هنا كان هيبقى بيقل مش بيزيد، لأن الأس السالب كل ما يكبر كل ما يقل. تمام يا أستاذ، هنبدل بقى هنا ر وهنا ن ناقص ر اللي هي 3، وتبقى المسألة خلصت. ما تتوهش لو بصيت لقيته عملها ايه، قام جايب سالب ص كده زائد 2 س أس 7، عادي مفيش أي مشاكل، ما تتوهش في حاجة زي دي. كل اللي على حضرتك هتطلع الناتج، يبقى النتيجة سالب 16 توافيق 7 4 س أس 4 ص أس 3. طب لو كان طلب مني قال أنا عاوز الحد الأوسط في المفكوك، دي بنجيبها إزاي؟ بسيطة أوي يا باشمهندسين، تعالوا نشوف مسألة كده. لو أنا معايا مسألة مثلا أس 5، إحنا عرفنا إن عدد الحدود هنا 6، حد أول، حد تاني، حد تالت، حد رابع، حد خامس، حد سادس، لأني ببتدي من توافيق 5 0، 5 1، 5 2، 5 3، 5 4، 5 5. الأس هنا بقى فردي، نتصرف إزاي؟ هنا الأس فردي وهو عاوز الحد اللي في النص، تعال نشوف كده، ده في حدين اتنين طلعوا في النص. طب افرض ان كان الأس زوجي، يبقى هنا حد اول، حد تاني، حد تالت، حد رابع، حد خامس، لان توافيق 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4. تعال نشوف ايه اللي في النص، ده في حد وحيد. فقال لك بدل ما تقعد تعمل الحكاية دي كده، لا طب ما انا اديك قوانين، لما يكون الأس فردي يبقى في حدين اتنين اوسطين. قال لو كان الأس نون ده فردي، قال يبقى في حدين اوسطين، طب بيجوا ازاي؟ قال لك نون زائد واحد على اتنين، ده رتبة الاولاني، ورتبة التاني نون زائد تلاتة على اتنين. وفي ناس ما بتعرفش الا دي بس، يقولوا طالما انا عرفت الحد الاول ايه يبقى اللي بعده على طول وخلاص وانتهينا. مش فاهم يعني، هنا الأس خمسة اهو، تمام، يبقى نقول له نون اللي هي خمسة زائد واحد على الاتنين، يبقى الحد التالت ستة على الاتنين فالتلاتة، يبقى ده الحد التالت واللي بعده. طالما النون هنا فردية يبقى في حدين اتنين في النص. طب ولو كانت زوجية؟ قالك لو كانت زوجية قول نون على اتنين زائد واحد، او نون زائد اتنين على اتنين،
ده هو ده، ده هو ده، هنا وحد المقامات هنا لا، عشان الناس اللي بتلاقي كده في كتب وكده في كتب ما تتوش. يبقى انت لو عايز تعرف الحد اللي في النص لما يكون الأس زوجي، القانون بتاعك حد نون على 2 زائد 1 هو ده الحد اللي في النص، 4 على 2 فال 2 زائد 1 3، يبقى الحد الثالث هو الحد الأوسط. يا رب ما تتوش في حاجة زي دي، لازم تحفظ القوانين دي. يا رب يكون الموضوع واضح. خلي بالك إن كان الأس فردي أو إن كان الأس زوجي، نتدرب على الكلام ده. أوجد الحد الأوسط في مفكوك واداني مسألة. أنت عايز الحد اللي في النص؟ الأس هنا إيه؟ زوجي؟ يبقى أنا أجيب لك الحد اللي بنقسم فيه الأس على 2 ونزود 1. تمام، هنا هيبقى في حد وحيد طالما الأس ده زوجي، يبقى بيساوي الحد السابع اللي هو قانونه توافيق 12-6. الحد السابع بيبقى زيادة 1 ننقصه. في الثاني أس 6، في الأول أس نون ناقص ر 2 س أس 6 برضه، طلع بيساوي توافيق 12-6 1 على 2 أس 6 س أس 12، وزعت الأس ده هنا وهنا. في 2 أس 6 س أس 6، 2 أس 6 راحت، في حالة القسمة بطرح الأسس، يبقى توافيق 12-6 س أس سالب 6. لو عايز تطلع ناتج دي 924 س أس سالب 6. هنا الأس فردي، ده يبقى في حدين 2 أوسطين يا أستاذ، طالما الأس ده فردي. طب هتجيبهم ازاي؟ الحد الأولاني 15 بنجمع عليها 1 ونقسمها على 2، يبقى 16 على 2 فيها 8، يبقى الحد الثامن والحد التاسع هما الحدود الوسطى. تمام، يبقى في حدين هنا أوسطين، ثامن وتاسع. الحد الثامن قانونه ايه؟ توافيق 15-7، 3 على س أس 7، في س تربيع على 3 أس 15 ناقص 7 8. بعد التصفية طلعت بتساوي 2145 س أس 9. طب والحد التاسع؟ نفس الطريقة، توافيق 15-8، 3 على س أس 8، س تربيع على 3 أس 7. إذا كان الحدين الأوسطين من مفكوك 3 س زائد 2 ص أس 13 متساويين، اثبت إن س على ص هتساوي 2 على 3. تمام يا أستاذ، الحدين الأوسطين رحنا لقينا الأس فردي فعلا في حدين أوسطين. طب بنجيبهم إزاي؟ الحد الأولاني اللي هو نون دي نزود عليها 1، 13 زائد 1 14، على 2 فيها 7، يبقى الحد اللي بعده 8، وانت قلت ان هما متساويين، يبقى الحد السابع قد الحد الثامن. هنكتب يا باشمهندسين قانون مفكوك الحد السابع ده اللي هو بيساوي توافيق 13، 7 نقص منها 1 6، في الثاني أس 6، في الأول أس 13 ناقص 6 بتساوي 7. هنا بتساوي توافيق 13-7 في 2 ص أس 7 في 3 س أس 6. احنا عارفين يا باشمهندسين ان الاتنين دول قد بعض، ليه؟ عشان لما جينا نجمع 6 و 7 طلعوا 13، دول قد بعض راحوا خلاص. تاني يا باشمهندسين، امتى توافيقه تساوي توافيقه؟ لو واحده عدت نص الرقم اللي فوق وواحده اقل من نص الرقم اللي فوق، تجمع دول لو طلعوا قد نون يبقى هما متساويين. بقى 2 ص اس 6، يعني 2 اس 6 ص اس 6، وهنا 3 س 3 اس 7 س اس 7 بتساوي 2 ص أس 7 أس 7 في 3 س أس 6 أس 6. هنقسم السين على بعضها، يبقى هنا 3 أس 7 س أس 7 على 3 أس 6 س أس 6، ونقسم الصاد على بعضها،
2 أس 7 صاد أس 7 على 2 أس 6 صاد أس 6. في حالة القسمة بنطرح الأسس، هنا بقى 3 س. في حالة القسمة بطرح الأسس يبقى هنا 2 ص. هو عاوز س على ص، س على ص يبقى ب 2 على 3. وهذا المطلوب إثباته. طب في المسألة الثانية، ألف وب هما الحدان الأوسطان في مفكوك س ناقص 1 على س أس 15 حسب قوى س التنازلية. فاكر؟ يعني السين هي اللي هنحطها في الخانة التانية. تمام يا أستاذ، قلنا له الحد الأوسط دي 15 زود 1 16 على الاتنين فيها 8، يبقى الحد الثامن والحد التاسع هما الأوسطين، واحد منهم اسمه ألف والتاني اسمه ب. تمام يا أستاذ، الحد الثامن اللي هو توافيق 15 والنقص من ده 1 7 في الثاني بإشارته، ما تنساش أس 7 في الأول أس 8، 15 ناقص 7. وهنا يا أستاذ يبقى توافيق 15 8 في سالب 1 على س أس 8 في س أس 7. دي بعد التصفية طلعت توافيق 15 7 س أس 1، ودي توافيق 15 8 س أس سالب 1. قال خد الألف زي ما هو، قلت له ده كان الأس سالب، قلت له كان الأس هنا فرد الناتج هنا سالب، يبقى سالب هكون دي سالب توافيق 15 7 س زائد اضرب الب في س تربيع، لما اضرب س تربيع في س أس سالب 1 بقت س توافيق 15 8 س. هي مش توافيق 15 7، هيها توافيق 15 8، لأن الاتنين اللي تحت دول مجموعهم بالنون. أيوة، يبقى معنى كده أن الرقم اللي قدام دي نفس الرقم اللي قدام دي بس متغيرين في الإشارة، يبقى مجموعهم بيساوي صفر. ليه؟ علشان كان توافيق 15 8 بتساوي توافيق 15 7. الحدان الأوسطان في مفكوك متساويين، في المفكوك ده متساويين، وكان أ زائد س بيساوي 9 4. أ بكام وس بكام؟ قلنا له يا أستاذ رحنا للأس ده فردي. طب عرفت منين إنه فردي؟ النون انضربت في 2 كده خلاص دي بقت زوجية، لما نزود 1 يعني العدد اللي بعد الزوجة على طول فردي، يبقى كده في حدين أوسطين. طب كنا بنجيبهم إزاي؟ النون اللي موجودة ويزود عليها 1 واقسمهم على 2. تمام، بقت هنا كده تصفية دي اللي هو حد نون زائد 1. قال ان هو بيساوي الحد الاوسط اللي بعده اللي هو ايه؟ هنزود 1 على طول، حد نون زائد 2. يبقى حد نون زائد 1 بيساوي حد نون زائد 2. هنجيب مفكوك ده ونجيب مفكوك ده ونخليهم متساويين زي ما هم. يبقى هنا توافيق نون اللي موجودة اللي هي 2 نون زائد 1. طب وتحت هنا نون، لأننا بنشيل من رتبته دي 1. في التاني اللي هو 1 ع س أس ر اللي هي اسمها نون. في الأول اللي هو 2 أ أس ده ناقص ده اللي هي نون زائد 1. 2 نون ناقص نون نون، والواحد فضل بيساوي توافيق 2 نون زائد 1، شيل من رتبة الحد 1 يبقى نون زائد 1. في الثاني 1 ع س أس ر اللي هي نون زائد 1. في الأول اللي هو 2 أ أس اللي فوق ناقص اللي تحت نون. هنا يا باشمهندسين، ده قد ده ولا لأ؟ قلت له عشان أعرف هو التوافيق قد التوافيق بجمع اللي تحت، طالما العالم زي بعضه أجمع اللي تحت، لو طلعوا قده خلاص يبقى هما متساويين. نون ونون 2 نون زائد 1 قده، تمام، يبقى دول متساويين راحوا. كويس، لو أنا قسمت اتبقى هنا 1 ع س واتبقى هنا 2 أ، قسمت ده على دي في حالة القسمة بطرح الأسس
واحد عسين أس نون زائد واحد على واحد عسين أس نون طلعت واحد عسين. وهنا 2 ألف أس نون زائد واحد على 2 ألف أس نون طلعت باتنين ألف أس واحد. يبقى أنا معايا دلوقتي الألف بيساوي واحد على 2 سين، كده أنا معايا قيمة ألف. هاخدها عوض في العلاقة اللي ادهاني دي. هو قال إن ألف زائد سين بتسعة أربعة. ألف زائد سين ألف اللي هو واحد على 2 سين زائد سين بتساوي 9 على 4. هنضرب المسألة دي يا أستاذ في 2 سين الأول، يبقى هنا 1 زائد 2 سين أس 2 بتساوي 9 على ال 2 سين. هنضرب المسألة دي في 2 كمان، يبقى 2 زائد 4 سين أس 2 بتساوي 9 سين. هنسويها بالصفر، 4 سين تربيع ناقص 9 سين زائد 2 بتساوي صفر. هنحللها تحليل عادي خالص، 4 سين في سين مقص، 1 في 2 سالب وسالب، ومنها السين بربع، ومنها السين باتنين. لما نحط هنا السين دي بربع يبقى الألف طلع باتنين، ربع عدنا بإشارة مخالفة، 9 4 ناقص ربع 8 4 اللي هي 2. ولما حطينا السين باتنين الألف طلع بيساوي ربع. يبقى أنا كده جبت له قيمة ألف بكام وسين بكام. من المفكوك ده هات لنا الحد السادس. قلنا له يا أستاذ ده معناه إحنا كنا لما بنيجي نفك نقول توافيق نون صفر في التاني أس ر، التاني أس صفر، يعني ده مش هيبقى موجود. في الأولاني اللي هو واحد مقاسين أس نون ناقص ر كام ناقص صفر اداني 8، يبقى هنا 8، يبقى كان القوس ده أسه 8، يبقى كان في قوس أسه 8، وأنا عرفت الحد الأولاني بواحد مقاسين. طب الحد التاني بكام؟ بيبقى هنا توافيق 8 1، في التاني أس 1، تمام. توافيق 8 1 بكام؟ 8 1 ده ب 8 يا أستاذ، 8 في كام ادتنا 24؟ 8 في 3، يبقى هنا كان في 3 سين، موجب 3 سين. وكده يا باشمهندسين أجمع اللي جوه ده، يبقى هنا 1 زائد 2 سين الكل أس 8. نقدر نجيب الحد السادس، الحد السادس اللي هو توافيق 8 5 في التاني أس ر في الأول أس نون ناقص ر واحد مش فارقة معايا. طلع الناتج بيساوي توافيق 8 5 في 32 اللي هو الكلام ده طلع بيساوي 10752. طب يا باشمهندسين لو كان اداني قوسين مجموعين أو مطروحين، خلي بالك كده، بيقول يا باشمهندسين خلي بالكوا من المسألة دي، دي حالة خاصة لما تلاقي قوسين شكل بعض بالضبط، بس هنا واحد موجب واحد سالب، ده لو اتفك هيتفك ست حدود. هتبص تلاقي حد أول، حد تاني، حد تالت، حد رابع، حد خامس، حد سادس، ودوت ده يا أستاذ لما هيتفك هيتفك بتناوب، لما يكون الإشارة اللي جوه هنا سالب بنحل واحد موجب حد موجب والحد اللي بعده سالب، حد موجب والحد اللي بعده سالب، حد موجب والحد اللي بعده سالب. دخل السالب ده على القوس ده كده، لما دخل على القوس ده بقى سالب، ده بقى موجب، ده بقى سالب، ده بقى موجب، ده بقى سالب، ده بقى موجب. جمع، لقيت 2 من الحد التاني لأن الحد الأول راح، واتنين من الحد الرابع لأن الحد التالت راح، واتنين من الحد السادس. فقالوا في الحالة دي خد ضعف الحدود الزوجية. يعني لو عممنا الكلام، لو معاك ألف زائد ب أس نون ناقص ألف ناقص ب أس نون، يبقى الناتج أنا هاخد ضعف الحد التاني والحد الرابع والحد السادس لحد ما خلصهم. طب خلي بالك
افرض القوس اللي بالسالب هو اللي كان جه الاول. شوف الف ناقص ب اس ن ناقص الف زائد ب اس ن. قال لك هو ايه اللي حصل؟ اتغير الاشارات. طب ما انا اغير الاشاره هنا، خلي بالك من دول عشان شكل بعض. طب افرض يا استاذ ان كان ما بينهم زائد، الف زائد ب اس ن زائد الف ناقص ب اس ن. لو ما بينهم زائد مش هيفرق مين اللي جه الاول ومين اللي جه الثاني، بس الناتج هيبقى ضعف الحدود الفرديه. اخر مثال معانا، رابط الحصه كلها ببعضها. عاوز الحد الاوسط في المفكوك ده. تمام، ده يا استاذ حاله خاصه لما يكون النون زي بعضها كده وما بينهم سالب او ما بينهم موجب. بس لو كان ما بينهم سالب لازم القوس اللي يجي بالموجب الاول واللي بالسالب الثاني. فعشان اعمل الحركه دي كنت باخد يا استاذ سالب مشترك ضعف الحدود الزوجيه، اللي هو حد ثاني زائد حد رابع زائد حد سادس زائد حد ثامن زائد حد عاشر، لان هما لما يتفقوا هيبقوا 11 حد. الحد اللي في النص هنا هو الحد السادس، يبقى انا هقول له الحد الاوسط هو سالب 2 من الحد السادس، وفك الحد السادس ويبقى الموضوع انتهى يا باشمهندسين. سالب 2 في توافيق 10 5 في الثاني أس 5 في الأول أس ن ناقص ر اللي هو 5. ما بنيجي نجيب الحد يا شباب بنجيبه من القوس اللي بالموجب مش من القوس اللي بالسالب. الناتج ده كله طلع بيساوي سالب 2 في توافيق 10 5، لأن دول كده راحهم، اللي هو بيساوي سالب 504. نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.